هاي كيفكم؟ ان شاء الله بخير. اليوم انا عملت الحلقة عشان افرجيكم شو الطريقة لحتى نجفف اللحمة لاسباب كتيرة. في حالة انه مثلا الكهرباء انقطعت وفي عنا لحمة كتير او سمك ومش قادرين نتخلص منها ومش قادرين نطبخها كلها، طريقة اللي نحفظ فيها لوقت طويل جدا بنقدر ناكلها بدون ما يكون في ثلاجة. هاي كان أجدادنا يعملوها لأسباب كتير ما بنعرف بالمستقبل شو بيصير، من كتر ما سمعنا إشاعات صرنا نصدق بعد الكورونا. فحكيت ليش ما أعمل حلقة بعلم بعض الناس كيف يجففوا اللحمة، وكمان السمك بيجففوه خاصة الجيل الجديد. فطريقة سهلة جدا، بدنا مثلا لحمة، بس هاي انا جبتها زي عينة، يعني انا ما بدي اجفف لحمة، تلاجتي شغالة، بس الهدف من هالبرنامج مشاركة الناس بمعلوماتي. بدنا لحمة اذا ذبحوا خروف وبقرة وفيش تلاجة او في قرية راحت، يعني لهالاسباب بدكم تجففوا لحمة. وهاي الطريقة طبعا لحمة، وبدنا ملح وبدنا سكينة وبدنا اشي نحط فيه الملح. هاد هو اول اشي، منجيب الملح او سوري منجيب اللحمة، ولازم نقطعها زي هيك زي ما انتو شايفين، نعملها رفيعة بس هيك. اجدادنا هيك كانوا يحفظوا اللحمة، وكمان كانوا بعد ما يجففوها بيعلقوها بالمطبخ او بطريق، يعني بعده الطرق، المهم يكون مجرى هواء، ما لازم نحطه في محل عشان ما يتعفن. وكمان كانوا يحتفظوا فيه بعد ما يتجفف، كانوا بعضهم يحتفظوا فيه في طحين القمح، مش القمح سوري، الذرة، كانوا يحطوا فيه عشان يحتفظوا فيه. في بعض الناس كانوا يعلقوه يعني، وضلوا كتير يعني لأشهر وما بيخربش، بيقدروا يقلوه بيقدروا يسخنوه. شايفين؟ المهم نقسمه هيك، قطع معي شايفين، هاي انقطعت بس يلا معلش، زي ما انتم شايفين بهالشكل بنقسم. بنجيب ملح طبعا، هاي هون بنعبيها ملح من الجهتين، هذا ملح بحري، انا حسيت الملح بحري احسن. لازم تعبوها ملح زي هيك، وبعدين لازم نخليها ليلة ونهار، بعدين نقلبه للجهة الثانية. فهاي يعني هسه ليلة عنا، فبكرة يعني رح يبات الليلة ورح أخلي نهار يمضى، وبكرة بالليل رح أقلبه للجهة الثانية وأخليه بات ليلة ويمضي نهار. فاهمين علي؟ يعني ليلة ونهار اقلبه، بعدين ليله ونهار، بعدين بجففه، يعني بعلقه محل يكون في مجرى هواء. شايفين هيك؟ ضروري ضروري انكم تخلوا الملح يوصل لكل محل. نديكم هيب نحطه هون، خليني قدر المستطاع، وهي كمان ملح. نقضي هلا راح احط هاي، مش شرط نحط يعني نغلفه زي هيك، بس انا عشان ما يدخل له الهواء بنغطيه زي هيك، وبخليه بات الليله
زي ما حكيت لكم راح اخليه بعد الليله، وراح اخلي بكره طول اليوم يضلوا هيك، وبكره بالليل بفرجيكم شو بنعمل. يعني راح يمضى ليله وراح اخليه نهار يمضى، وراح افتح هذا واقلبه، وبعديها راح اخليه يمضى ليله ويمضى نهار، وبعديها بنفرجيكم خطوه خطوه. بس حبيت اشرح لكم هاي هي اول خطوه. اوكي، هلا الخطوه الثانيه، بعد ما نقعنا اللحمه بالملح ليله مضت ونهار مضى، وهلا صار الليل الثاني، نيجي على اللحمه زي ما انتم شايفين. شايفين الجوس باللحمه، هاي السوائل باللحمه نزلت. فهلا شو راح نساوي؟ احنا راح نطول اللحمه التحتانيه ونجيب اللحمه الفوقانيه بنحطها تحت بنقلبها، واللي كانت تحت نقلبها كمان، بس بنحطها اول اشي فوق عشان هاي ضلت كتير بالجوس. نقلبهم هيك، بنغطيه زي هيك. هلا هذا بعد ما قلبنا وحطينا اللحمه بالاسفل فوق، نفس الاشي بنخلي ليله يمضى وبنخلي نهار يمضى، وبكره بالليل بنعمل الخطوه الثالثه. اوكي، هلا بعد ما مضى ليله ويوم نرجع للحمه عشان نجففها. زي ما انتم شايفين كل الجوس السوائل نزلت، وكمان بنقدر نعرف انه هاي الطريقه مزبوطه، لانه زي ما انتم شايفين الليه واللحمه ما فيها زراء ولا اصفرار. يعني اذا لونها كان جاي على زراء اصفر بنعرف انه تعفن. فهلا انا بدي اعلقه في الشيء عشان اجففه، بدي احطه بالبورتش. يعني عندنا بامريكا بنحكي بورتش، زي بلكونه، افعال حوش، او زمان كانوا يحطوا في غرفه المونه. بتعرفوا نظام البيوت زمان كان عندهم غرفه مونه، ما كان نظام بيوت عندهم زينة، فكانوا يعني يعلقوه مجرى هواء، يعني لازم يكون مجرى هواء، ما لازم احنا نحطه في محل انه يتعفن فيه رطوبة. فاحسن اشي مثلا في تهوية بلكونة، زي ما حكيت الشمس جايته هواء جايته، اذا في شتاء طبعا دخلوه لجوا. وطبعا لازم يضله اكتر من 5 ايام مش اقل. يعني انا بصراحة ما عندي منشرة الغسيل، في ناس بحطوها على منشرة الغسيل، في ناس بيعلقوه زي تبعون حمالات اللحمة، بس وانا ما عندي منشرة غسيل، لانه يعني بصراحة عندي غسالة ونشافة ما بستعملها. فبس المهم بدي افرجيكم الفكرة، وطبعا كل واحد بيعمل اللي بناسبه، يعني المهم يتعلق ويتنشف. فانا بس كتجربة، يعني يعني زي بيحكوا سامبل، جبت سنارة الصيد يعني بس للفكرة. يعني بنجيب اللحمة هيك، يعني هم هيك كانوا يعلقوها، بتعرفوا تبعون اللحامين اللي بيعلقوا لحمة فيها، هم هيك كانوا يعلقوا، لأنه أنا بصراحة شفته من حماتي هيك كانوا يعلقوا. لحظة شوي، هاي قطعة شايفين ما فيه زراء ولا صفار، شايفين اللي كمان لونها ابيض، معناته ملحناه كويس. فانا راح اعلقه برا على البلكونة، لما اعلقه بفرجيكو. يعني المهم هيك لازم يكون متعلق، فاهمين؟ فكمان قبل ما اعلقه بدي اشرح في هاي طريقة، يعني في طرق كتيرة تنشيف اللحمة، هاي احد الطرق واسهلها، بيستعملوها بروسيا. وفي طرق تانية بيحطوا بهارات، بس وقت ما نفوا اجدادنا بروسيا لسيبيريا ما كان في بهارات، كل اللي عندهم لحمة وفلفل، ومحظوظين انه عندهم هالشي. فهاي الطريقة الأساسية. فرح أعمل حلقة تانية أجفف لحمة وأحط عليها بهارات،
وهاي على فكرة هلأ في ناس كتير بجففوا لحمة، مو بس لأنه عندهمش تلاجة ولا لأسباب زي هيك، بحبوا طعمها لأنه بعد ما تنشف هي بيطبخوها عادي زي ما احنا عادي نطبخ، بحبوا طعمها. وكمان سعرها غالي بالسوق، يعني هاي اللحمة المجففة كتير سعرها غالي بيكون. فهلأ بعد ما أعلقها برا على البورتش عندي بفرجيكم. زي ما انتم شايفين، شو شايفين كيف انا علقتها بصراحة، لانه هاي الوسيلة اللي لقيتها لحتى اعلقها، لانه زي ما شرحت ما عندي لا منشرة غسيل ولا، وشفت انه افضل طريقة عندي لحتى انشرها ولحتى تنشف زي ما انتم شايفين بورتش مجرى هواء وما راح يكون في رطوبة، فهيك راح اخليه ينشف مش اقل 5 ايام، راح طبعا اتفقده، ولما يتجفف ان شاء الله بنكمل الفيديو هاد، وراح افرجيكم باخر الفيديو، راح احط صور حتى افرجيكم كيف ناس بنشفوه، يعني صور كيف بيعلقوه، يعني في عدة طرق، كل واحد الطريقة اللي بتناسبه، وان شاء الله بعمل فيديو تاني افرجيكم طريقة تانية كيف بتنشف اللحمة، اضافة بهارات والفلفل وهالشغلات، يعني راح اعمل فيديو تاني ان شاء الله. اوكي هلا مر اسبوعين وشوي لحتى نشف، فصار هيك زي ما انتم شايفين اللحمة ما فيها لا زرق ولا اشي، معناته ما تعفن ولا اشي. هذا عادي بنطبخ، عادي بتقدروا تقلوه، بتقدروا زي اللحمه العاديه كيف لما نشتري لحمه وبنطبخها نفس الاشي، شايفين بنطبخ عادي. وهذا كان صار له اسبوعين، صار له اسبوعين عم يتنشف، شايفين زي ما هو، حتى شايفين اللي هيك زمان كانوا يعملوا اهلنا يعني اجدادنا. هاي الطريقه الاساسيه، الفيديو الثاني ان شاء الله راح اعمل انا طريقة تانية لتنشيف اللحمة مع بهارات، شايفين هذا هلا عادي زي اكنتوا شريتوا لحمة بتطبخوها، وان شاء الله اني انا افدتكم بمعلومة هاي، وشكرا جزيلا لمشاهدتي.